ازاي بنختار سجادة مناسبة للأوضة الأوضة بتاعتها، يعني لو living room أو أوضة معيشة، السفرة، بنختار السجادة ازاي وألوان السجادة ازاي؟ كان طلع فترة كده ويعني وما زال بس مش قوي الشاج السجاجيد العالية قوي اللي بوبر عالية اللي هي قوي بشراشيب دي بشراشيب وعالي دي يعني ما انصحش بيها خالص خالص خالص، لانها بتجمع ميكروبات وبتجمع حاجات بقى، بتلاقي يعني انت تيجي تنضفيها كده تلاقي بقايا اكل، عادي بتلاقي مش كده. عارفه بلاوي بلاوي، يعني انت تنضفي كده تلاقي بلاوي. فدي مع وجود اطفال ممكن تعمل لهم حساسيه في صدرهم ممكن. انا مع السجاد اللي سهل تنظيفه، اوكي، ومش مع السجاد الكتير، يعني يستحسن تبقى السجاده تبقى حاجه بسيطه تحت الترابيزه وخلاص على كده. انما المساحات المليانه سجاد دي وجود السجاد كتير بيبقى بيعمل مشاكل. لو عندي كمان مثلا حيوان اليف عندي في البيت، قطه، كلب، الوبر بقى والحاجات دي بتبقى صعبه قوي في تنظيفها، وزي ما قلنا بتعمل حساسيه في صدر الاطفال. اوكي، واللون بختاره على اساس ايه؟ اللون بختاره على اساس الارضيه. اوكي، ازاي يعني لو انا عامله ارضيه غامقه يستحسن الالوان عندي كلها في الفواتح، حساس تبقى في كونتراست مظبوط، ولو العكس صحيح. اوكي.